حمدا لله على حلو القضاء وبره، ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين الذين علموا ان الدنيا زوال فقطعوا منها الامان، وعلموا ان الاخره خلود فشدوا اليها الرحال. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه البقاء وكتب على جميع خلقه الفناء. فقال جل جلاله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. بالاصاله عن نفسه وعن وزاره الاوقاف المصريه وعن معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وبالاصاله عن اداره الاوقاف شبين متمثله بفضيله الشيخ علي حامد مدير اداره الاوقاف شبين، وفضيله الاستاذ الدكتور ابراهيم محمود فوزي وكيل اداره الاوقاف شبين. نقدم خالص العزاء لاسره الراحم الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا ويلهم أهله وزويه ومحبيه وتلامذته ومستمعيه الصبر والسلوان. صلاة الجنازة أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين. نقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية النصف الأخير من التحيات، وبعد التكبيرة السادسة ندعو للمتوفى ونخلص الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة ندعو له ولأموات المسلمين ولك، كأن تقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يعني لو كان هناك اي دين مادي، يعني الكابتن او الرائد عبد الله محمد بلاشي ابن اخيه كثير بسداد، وان كان هناك اي امور معنويه فالاشجر بنا ايها الاخوه المؤمنون ان نعفو، ان نصحى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وان تعفو ربكم ذكر. يعني كيف يقيد الله سبحانه وتعالى لنا من يعفو عنا ومن يغفر ومن يعفو عنا ونحن مثل هذا الموقف الاشهر ان نعفو وان نصفع. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. الله أكبر.
وثبته عند السؤال. اجعل قبره نورا. اجعل
قبره نورا. I'm going to miss you.